أدى موسم رائع جدا مع ليفربول، هداف الدوري الإنجليزي، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، أفضل لاعب في أفريقيا، رشح الأسبوع قبل الماضي أفضل لاعب في أوروبا، وكان بيتنافس مع اثنين من كبار لاعبي العالم مودريتش وكريستيانو، كذلك نفس المنافسة على أفضل لاعب في العالم. شايف موقف محمد صلاح إيه في جائزة أفضل لاعب في العالم، وكذلك تقييمك ليه ورؤيتك ليه في المستقبل؟ هو لعيب استثنائي محمد صلاح. عشان نعرف بس الدوري الإنجليزي ده الدوري الأقوى في العالم، هو يعني يعتبر نادي واحد من الأفضل في العالم، من أفضل لاعبين في مركزه في العالم. أعتقد في أربع لاعبين في العالم هم أكبر الأزهر في كرة القدم العالمية، رونالدو ميسي، ودول بقى لهم سنين طويلة، دلوقتي محمد صلاح، وأعتقد السنين الجاية امبابي هيكون معاهم إن شاء الله. يعني أنا حاسس إن هو ده لعيب كويس، وأنا حاسس إن هو ممكن الأربعة دول بقى يتحكموا في مستقبل الكورة بعد كده. لا عندهم إمكانيات كويسة، fluide, tout paraît facile avec lui. لا لعيب عنده كل الامكانيات، فيزيك فورميدابل، بدنيا كويس وسريع جدا وعنده فنيات عاليه وفعال قدام المرمى. وانا بحب اسلوبه وروحه كمان، روحه مع الفريق ومع الفرقه اللي بيلعب معاها، دايما متحمس ودايما عنده روح، وفي نفس الوقت متواضع وعلى طول مبتسم، بيدي صوره كويسه لمصر، صوره استثنائيه لمصر. برافو ليا على الصوره اللي بيديها دي.